رأيك يهمنا. مرحبا بتفاعلاتكم على 70-35-120، واصلين في موضوعنا الاحتفالات والأهمية متاحة خاصة في حياة الفرد والمجتمع. نحكيوا عليها تأفتلاتها على صغيرات. نذكركم حاضر معنا الأستاذ فيصل كعبي، مختص ومعالج نفسي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. حكينا بما فيه الكفاية على التأثيرات الإيجابية خاصة للاحتفالات هذية، وديما نعرفوا التأثيرات الإيجابية ونحبوا نحكيوا عليها، أما فيها بيس حابينا هكا نحكيوا شوية زيدة على الاحتفال بيغير عددنا. فما مناسبات أصبحت دخيلة علينا، مانيش نحكيوا على الاحتفال بالسنة الميلادية، نحكيوا على احتفالات أخرى أصبحت دخيلة على صغيراتنا، وما الغزمة أستاذ فيصل ما هيش داخلة في ثقافتنا، وما هيش من الاحتفالات اللي تشجع على سيرة الرحم، ماهيش من الاحتفالات اللي باش تبعث البهجة في صغيراتنا وإلا في العائلة نتاعنا. أنا مرة أخرى تسمح لي أن نقول مش مسألة ثقافتنا ولا مش ثقافتنا، نجم تجي أعياد مش من ثقافتنا وعندها معنى وتضيف لنا، نجم نتبعها تولي أعياد خاصة بنا، لكن لما تكون أعياد فاقدة المعنى وتجيب ضرر حتى ولو نبعت من مجتمعنا نقول المفروض نرفضها. وهذه الأعياد الدخيلة على جونا الوئامي التوافقي في داخل المجتمع، فما أعياد تعكر الجو ذايا وتزيد تجيب ضرر لأطفالنا والكبار. إذن ضروري أن نكون نتمحص كالغذاء، ضروري نعرف اش قاعد ناكلو، اش ندخلو في حياتنا، فما حيايج يمكن ضرنا ولازم ناخذ منها موقف. فوالا خلينا نسمو احنا بيان سور، نكملوا في راي الشارع القيرواني في تر موضوعنا لليوم. الاحتفال بالمناسبات عنده أهمية كبيرة على حياتنا، والأهمية هذه متنجم تكون كين حاجة بوزيتيف. أنا واحدة من الناس نبدأ نستنى في المناسبة بالمناسبة بالمناسبة، كسوة رمضان، عيد صغير، عيد كبير، كسوة مولد، حتى من الهالوين الواحد يبدأ يستنى فيه تلما فدينا من الغوتين وفدينا من الزابيتود الخايبين، قعدنا ديما في مخاخنا من اللي احنا صغار غرسوهم فينا أجدادنا والدينا، هاي فما مناسبة هاو فما عيد، نبدأ ديما هاو بعد رمضان أو بعد المولد ديما نربطوا معناها الأحداث بالمناسبة. وهذه حاجة أنا واحدة من الناس ترجع عليها كان بالباهي الحق متاع ربي، كل سواء نشوف أخواتي نشوف أقاربي نشوف أصحابي، تحيي فينا صلة الرحم، تسمع كان أمك برا أمشي كلم خالك، برا أمشي سلم على عمتك، حاجة باهي. حتى كان مش نحكيو على الهالوين ونقولوا كفار وشنو وإحنا نتبع في الكفار وهم مش يتبعوا فينا، هذه مش تتبيع، أما إحنا تلما سيختو توينسع تلما عنا غوتين خايب وما فماش حاجة جدد، والكل نبدأ نستنى بالمناسبة نقولوا فماش ما ترجع فينا الروح الحق ذي أنا شنو ما نعرفش معناها غيري شنو يقول، هذا انا راي. وان شاء الله الناس الكل معناها تغرس في صغارنا وصغيراتنا الكل الاحتفال بالمناسبات مهما كانت المناسبه، هو الحق مناسبه ديما خير من المناسبه، خليه الواحد معناها يستانس انه يحتفل ويبدا عنده في مخه اصل المخ نتاعو يبدا يخمم ديما راني عندي الحاجه هذيك لازم نركح لها روحي لازم ننظم عليها روحي، ديما احنا نقولوا اي تو بعد رمضان نعمل اكل حاجه دونك اوتوماتيكمون المخ باش يخدم كي من هكيكه. فوالا غوبير بالنسبه لهم الاحتفالات ابار سيرة الرحم، ديما الحاجات هذيا تخلينا نخمو نهار هذيك رانا عندنا الحاجه الفلانيه باش نمشيو فيها، معناها دونك نربطوا ايامنا وحياتنا بالاحتفالات هذوك. ممكن هنا تنجم تحكي على الاحتفال عيد زواجهم، عيد ميلاد الصغيرات، دونك هذوما الكل ديما حاجات تنجم تحيينا تبديل للروتين. وفي المداخلة فما نقطتين، النقطة الأولى أنا معها مع المتدخلة أنه وهذا المعنى أنه حياتنا اللي فيها محطات احتفالية وتصبح ذات أهمية ونصبح حتى الكالندريه متاعنا نقوله والله العرس بعد رمضان بعد العيد بعد تصبح كأني كالندريه في محطات روبير وظلت استنى وعندها حق. وانا نقول يليت كل ايامات نعيد وشكون ما يتمناش كل ايامات نعيد كل ايامات نتواصل فيها، وهذا شيء مشروع انها تنتظر. وفي الانتظار هذا وبخصوص الشباب لانه يصبح فما معنى للحياة، هي تقول حتى لو جات هالوين ولا جات بعض الاعياد علاش لا، ولو متى مش مسألة كفار وجاي من برا. وهذا علاش بكري من أول برنامج نفرق نقول المسألة مش لأنه جاية من ثقافة أخرى. المعنى هي هل العيد ذا يضيف لنا معنى ولا لا. أنا نتفهم الشباب أنه ما عندوش حدود، ما عندوش
ضوابط بين ثقافات ونجم يستقيم ثقافة يكون منفتح، وهذا شيء إيجابي. لكن الضروري عندما نستقي من ثقافتنا أو من ثقافة الغرب، ضروري نقول هل هذا يضيف لنا أو بالعكس يجيب لنا ضرر. بما أنها بدأت بذكر ألوين، نقول ضروري عندما ننتدب في ثقافتنا احتفال نعرف شنو هو الاحتفال هذا، شنو هو المعنى، شنو هو هذا، منين جاي، من مش لانه جاي من الغرب، جاي من حتى الغرب الكاثوليكي المسيحي. الألوين مش جايه من من منه، جايه من ثقافه بايان كافره ملحده، سلت من هولندا وسكندنافيا، وما كانتش، ولما جاء الدين المسيحي وقفوا الاحتفال هذا، ما عادش موجود. واصبحوا المسيحيين يحتفلوا بعيد توسان. توسان هو كل القديسين، يحتفلوا بالقديسين. بما انهم يحتفلوا بالقديسين الكل الموجودين في ثقافتهم المسيحيه، بداوا يحتفلوا بالموتى كانهم يترحموا على موتاهم، يسترجعوا هالقديسين باش يرحموا على موتاهم. هذا علاش 1 نوفمبر يحتفلوا بعيد لتوسان، يزوروا فيه المقابر، لانه يتباركوا بالتوسان بالقديسين عندهم كل باش يترحموا على القدامى. ألوين رجع الى الذاكره مع هجره الهولنديين الى امريكا في 1845، فما مجاعه في البلدان الشماليه، هاجروا بشكل كبير وارتبطوا بالفكر الكافر الغير المسيحي، ورجعوا هالوين الى الاحتفال، وامتزجت الهالوين بواحد نوفمبر بالتوسان. وصل لفرنسا الهالوين في 1999، انا هنا في 2000 دخلته شركات استهلاكيه كيما ماكدونالد وفرانس تيليكوم، حتى الغرب اللي احنا مرتبطين به فرنسا هنا ونرجع يحتفل بهالعيد هذا اللي عنده صبغه استهلاكيه، يبيعوا فيه الكساوي ويدغدغوا فيه المشاعر، مشاعر الخوف. اي جسمو، هو هذا اللي احنا حابين نطرقوا له استاذ فيصل في 3 دقائق، مازال عندنا وقت. اللي في الاحتفال هذايا ما فماش معنى ايجابي للاحتفال هذايا، وخاصه اللي احنا قاعدين نوصلوا فيه لصغيراتنا، اللي هو حاجه دخيله علينا تعتبر. هو للاسف ما بقاش كثير وقت، لكن اطفالنا الصغار بالكل يعيشوا اهوال الصراعات الداخليه، لانه يدخلوا على التربيه وفما صراع داخلي، خلق النفس فسواها فألهم فجورها وتقواها، فما قوه سلبيه، قوة نفسية سلبية أنتي ليبيدينال، وقوة حياتية ليبيدينال، يتصارعوا في قبول الأشياء التربوية اللي يفرضها المحيط على الصغير، باش كيما البروبرتي نظافة وكذا. إذا في داخل الصغير فما صراع داخلي باش ينمو، وذيك طبيعة النمو النفسي. عندما الصراع هذا يتجسد أمامه بأهوال نعمل له صور تخوف، ولا كأني جسدت المخاوف الداخلية جسدت له بصور خارجية، ويصبح صراع أعنف لأطفالنا. عوض ما نفرح وندلوا أطفالنا بهالاحتفالات الداخلة، نزيدوا كما احتفال هالوين يدخل على أطفالنا أشياء بتاع رعب وخوف، ونعظم الصراع اللي في داخل صغيرنا، وندخله الاضطرابات النفسية من حيث لا نشعر. إذا حذاري حذاري حذاري، كيف نغذي أطفالنا؟ شنية التغذية اللي نغذيها؟ التغذية النفسية اللي نغذيها فيها لأطفالنا. وأنا نشوف عمل مصيب أنه وزارة المرأة والطفولة منعت على دور الروضات أن تحتفل بالمناسبة دي، لأنه فيها ضرر نفسي كبير على أطفالنا. ويتمنى أنه في المجتمع للشباب ينساق إلى هذا، عندنا فرص أخرى للاحتفالية والاختلاط، ما في داعي نجم نخلق احتفال من غير احتفال أستاذ فيصل، من غير ما ندخل في الرعب والدماء والاحتفال بالموتى.
هو اصل الالوين اللي سالت كانوا يحتفلوا به لانه راس العام سالت هو 1 نوفمبر بين العام اللي قضى والعام اللي جاي فما ليله 31 الى 1 يقولوا هذيك فاصله ما فيهاش تلتقي فيها الارواح الشريره بالبشر هذاك علاش الارواح الشريره والشياطين ويعملوا ماسك كانه فما هجوم على الانسانيه البشريه بالارواح الشريره الغيبيه هذه جات منين جات هالاحتفال بهالوين هو نوع ما من النذر باش يصدوا الارواح الشريره ان ما تهجمش على الانسانيه هذه تفكير عقائدي غير ديني مش من عاداتنا ومش من تقاليدنا وغبر مشى مع 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 الوقت احنا لا نؤمن بالارواح الشريره ولا بالشياطين ولا والتواصل احنا ان شاء الله في بركه رب العالمين في كل ايام حياتنا اذا ما عندناش ولا معنى باش نحتفل بالاحتفالات هذه لا معنى حياتي اليومي ولا يضيف لنا شيء في حياتنا اليوميه ولا يضيف قيمة إنسانية للإنسان سواء كان متدين أو غير متدين ليس هناك في هذا الاحتفال أي قيمة إنسانية مضافة هي قيمة استهلاكية الشركات الكبرى الاستهلاكية قاعدة تسوق في بعض الناس كالغنم تعطيهم بعض المواد الاستهلاكية في وضع اقتصادي صعب تعطيهم باش يشريوا الكساوي متاع الخوف والماسك والسيتروي ومش عارف شنو إذن ضروري نقلع عن أشياء أعياد استهلاكية غربية لا معنى لها في حياتنا الإنسانية فوالا هذه هي الرسالة اللي حابين نوصل لكم اليوم في منتدى الحياة من خلال الاحتفالات والأهمية متاعها على حياة الفرد من ثم امتدادها على المجتمع تأثيراتها على صغيرتنا نقوم ميرسي لك أنت أستاذ فيصل الكعبي مختص ومعالج نفسي من أبو خيط معكم في الإخراج التقني الحصة محمد سيف الدين بولعريس كودي ديجيتال سينو سوسن كانت في استقبال